أن يكون للمسائل حلول أم لا، فهذا لا يزعج إلا القلة. أما أن لا يكون للأحاسيس منفذ وأن لا تفضي إلى شيء وأن تضيع نفسها، فهذه هي المأساة التي تسكن لاوعي الجميع. هذا هو الإشكال العاطفي غير القابل للحل الذي يعاني منه الجميع دون انتباه. قفصة من كتاب المياه كلها بلون الغرق، إيميل سوران.